اصحى صحصح فوق، ولو مش هتفوق شكة من الدبوس تعمل حالة فوقان وترجعك من التوهان. من مصيبة تجاوزناها بعد بورسعيد لمصيبة الحمد لله قدرنا نعرف أولها وآخرها فين أمام استاد الدفاع الجوي، وإحنا لسه بنفكر بعقلية العيال الصغيرة. أنا مش مسؤول عن التأمين، أنت اللي مسؤول. زي الخناقة على اللعبة، لا دي بتاعتي. فاكرينها كويس طبعا، كانت خناقة لطيفة جدا في أغنية للجميلة نيلي. انتوا عايزين تبقوا ماريونيت؟ الشعب المصري مش هيبقى ماريونيت. الخناقة دي اللي شغالة ولا ليها اي لازمة غير حب الظهور وحب انك تطلع بعد الفطور تقول كلمتين. المهم والاهم الجواب. ركز على ايه يا جدعان يا رجالة يا ولاد بلدنا؟ ركز على حاجات مهمة، لو قريتها هتقول الداخلية كانت شايفة أحداث الدفاع الجوي وكمان نوهت وقالت لهم ولا في حد هنا. نفس الأخطاء اللي حذرت منها حصلت. الجواب كمان يا جدعان طلب حاجات محددة بالملي، محددها بالملي، ما فيهاش أي حاجة غريبة ولا غير مفهومة، ما فيش حاجة منها تمت. زي إيه حضرتك؟ نقول لسيادتك النقطة السابعة اللي جا فيها إنه دعوة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها وتحديداً الألتراس اللي ياما ناس ساهمت وإحنا ساكتين وقاعدين في خلق الكيانات دي، وخاصة قبل المباريات، وهو ما لم يحدث منذ كل الكوارث القديم والحديث منها. في المقابل النقطة الثامنة من الجواب ترشيح مجموعة من مشجعي الألتراس المؤثرين في صفوف هذه المجموعات، وده اللي بيطالبوا بيه على فكرة. أهو الداخلية ذكرها في الجواب للمشاركة في التنظيم، عكس اللي بيتقال إن الأمن ضد الشباب، وهو ما لاقى خلافات، بقولها لكم باللغة العربية الفصحى، ولم يتحقق أيضا. لم يتحقق ليه؟ علامات استفهام كتيرة وخطيرة. النقطة التاسعة دراسة إنشاء سور شبكي دائري داخل المدرجات، لكنه الحقيقة مخالف لتعليمات فيفا. حد بقى رد عليهم حتى قال لهم كده يبقى عندنا شبك وكأن في مصارعة زي مصارعة الرومان زمان، اتنين بيخلصوا على بعض، أو الثيران في يعني العظيمة أسبانيا. هناك فارق حضاري كبير جدا في الملاعب، حتى في مصارعة الثيران يدوبك سور عالي شوية، لكن لا شبك ولا حديد سنه رايح لجوه علشان الناس تموت زي ما حصل سهوا سنة 74 في ماتش دوجلا براغ والزمالك عندما انهار السور ولم يكن هناك هجوم ولا يحزنون. طب كنت ترد وقولوا للداخلية ده ما ينفعش، والبديل ايه؟ ده الناس بتحول الملاعب برة لزي المسرح، يبقوا قريبين جدا من اللاعب يسمع صوتهم ويأنسوا بوجودهم حواليه. أخيرا والنقطة العاشرة اللي طلبت فيها وزارة الداخلية تقوية الفواصل بين المدرجات وزيادة ارتفاعها بهدف منع الجماهير من اقتحام الملعب. لا اتاخد بقى بالنقط، ولا حد راجع النقطة التاسعة، ولا اتكلم عن النقطة العاشرة، ولا من أساسه الداخلية جالها ردود، ولكن علشان كتر البكا بيعلم النواح استحملوا وسكتوا وما قالوش. الجواب راح فين؟ اندس فين؟
الطرمخ من مين؟ لم تؤكد الداخلية ما جاء بالخطاب بعد تغيير القيادات بها، يجوز لكن الذي تسلم، وما حدش يقول الوزير، ده الوزير في المبنى ده عنده 80,000 مدير، وكل مدير ما تعرفش تكلمه يا أخي، وكل واحد يقول لك ربنا يسهل أن القادم أحسن، وكل واحد مسافر رايح جاي. طب قالوا حاجة؟ طب اتواصلوا مع القيادات الجديدة في الداخلية؟ طب اتواصلوا مع معالي الوزير؟ الحمد لله أن الراجل جه وهو اللي أدار العملية بكفاءات حواليه، وأيضا واضح أنه هناك دور لإدارة الإعلام، بنشكر عليه اللواء هاني عبد اللطيف لأنه بدأ يجيب مادة من الخارج، وسمعنا أكتر من اتحاد الكرة سمعنا. تقولوا بقى بنشكر، تقولوا بنعمل، احنا بنقول الحقائق، واللي عنده غير كده أهلا وسهلا بسيادته. التليفونات مفتوحة على البحري والشرقي والغربي وجميع الأطراف، لكن محدش كلف نفسه أبدا في وزارة الرياضة إنه هو يعرف الحكاية رايحة على فين. حتى عناء فتح الأدراج لم يبدو عليهم. لازم نبتدي من الصفر، موافقين، ولازم تبقى قدام عينينا الأحداث الماضية صحيح، ونعرف تماما إن الحلول لازم تيجي، ولازم قبلها نكون رصدنا الأسباب. هو ده كلام غريب؟ هو احنا كده بنقول لهم حاجة عن الكيمياء وعلوم الفضاء والفيمتو ثانية ولا أي حاجة تعجبهم، ولا حتى الكركديه، أي حاجة يعني؟ ماشي يا جماعة، وأيضا يعني حاجة كده فخمة شوية يا أخوانا، اتقوا الله، ده أنتوا معاكوا حاجة زي اللوز، الكرة المصرية. ما مرة مرا من هنا من خبراء الكرة إلا يقولك أنتم زي البرازيل، بعد الترجمة طبعا، لأنه بيبقى ناس خواجات وما بيكذبوش، إنما أول ما بيشوف الرجالة شكرا سلام عليكم. ولسه المؤتمر الاقتصادي حيرزق، لولا ورقة التوت التي ذهب بها الأهلي لكشفت كل العورات الكروية الاستثمارية. أول ما تقول له واحد ادفع من جيبك، واللي يفندر يفندر من جيبه، كله يجري. الحلول لازم تبقى علمية. طرحنا السؤال، شايفين الحل فين؟ ودي كانت الإجابات، نشوفها ونرجع معاكم ومعانا الدبوس، مش عارفين نوصل أبدا لموضوع الفانوس. الجمهور مش هيرجع إلا بعد ما يتم حل رابط الألتراس بالكامل ويعود الجمهور الطبيعي. التجمعات أصبحت مدرة بالوطن، التجمعات واللي فيها آراء، التجمعات اللي فيها شباب لحد النهاردة بيهتف نموت ويحيى الزمالك وبدمنا نفدي الأهلي، ويضلوا طريقهم ويحولوا الرياضة لمصدر موت وعذاب ودم وتضحيات. دول الناس ضلوا طريقهم. زمان كنا بنحضر مباريات كانت السدره وصال المباحث والضباط في كل مدرج كده عارفين الناس باساميهم، كان في كنترول، كان في كبير، كان في ربط تامين المباريات. ما فيش حد هيامن مباريات غير الداخليه، لا شركات ولا مؤسسات لا يصلح لتامين المباريات الا وزاره الداخليه. احنا كنا بنقول اشتراطات امنيه في الملاعب، تمام. ايه هي الاشتراطات الامنيه في الملاعب؟ الاشتراطات الامنيه في الملاعب من بعد حادثه بورسعيد، حتى لما حصل في مباراه انبي ومباراه الزمالك في ملعب، كانت كلها خارج الملعب، ما كانتش داخل الملعب، يعني ما كانتش داخل الملعب جوه. يعني ما انا عايز اعرف ايه هي الاشتراطات الامنيه. الاشتراطات الامنيه اللي طلبتها النيابه تتنفذ، واحنا اذا كنا احنا بنبني ملاعب واستادات ونبني كل ده وحاجات مؤمنه، طب ايه اللي يمنع ان احنا لو عندنا شويه اشتراطات هتكلفنا ايه يعني؟ وانا شايف وزاره الرياضه يعني بصراحه مهندس خالد بيعمل كل الكلام الحمد لله. ببساطه الاستادات دي اعمل لها ابواب الكترونيه وكاميرات، وكل واحد معروف، ده حتى عشان اعرف العدد اللي دخل الاستاد او الملعب قد ايه. كل البلاد التي فيها كره قدم حقيقيه لها ابواب الكترونيه الملاعب بتاعتها، بيحسبوا عدد الداخلين، يقول لك حضر المباراه 28,551، مش 550 لا 551، لانه اللي دخلوا الملاعب المدرجات فعلا هو نفس العدد ده، ومصورين وجاهزين. وهذه الابواب الالكترونيه يتم فيها تفتيش الداخل، وبالتالي لا يحمل لا شماريخ ولا صواريخ ولا قنابل ولا 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 حاجه بالشكل ده.